ماشي كذا بقى كان كذا بقى كل متنشر لا هو شو اللي صار بعد الثورة هو انه بعد الثورة صاروا زوج حاجات متناقضة اصلا النفقات متاع الدولة صعدت بشكل غير عادي مصاريفها وخاصة بزوج اشياء كانش ثلاثة وخاصة بزوج اشياء اللي أثروا بصورة يعني كبيرة وكبيرة جدا على تصاعد نفقات الدولة الأجور ولكن الأجور مش فقط في زيادة الأجور لازم ناخذ بعين الاعتبار زوج عراقيين اللي ساهموا في تضخم حجم الأجور للوظيفة الحكومية اللي هما الانتدابات العشوائية في الوظيفة الحكومية وأيضا الترقيات الآلية هذا من ثلاثة زيادة بالأجور وزيادة بالانتدابات وزيادة منها يعني الترقيات كلهم تقاوموا بعضهم باش يعني أفرزوا حجم لا يطاق من ناحية الأجور على مستوى الوظيفة هذا الحجم حاجة ثانية اللي من باب النفقات أيضا هي نفقات الدعم هذا نفقات الدعم علاش كنت تقول ديسك على خاطر من جهة الأسعار متاع المواد المدعمة ولا أغلبية المستورد خارج ارتفعت والتهبت بصورة غير عادية زادة ولكن الحكومة زادة ما كانش عندها الشجاعة والجرأة باش تخفض بصورة تدريجية من نفقات الدعم اللي صار مش خاطر نزوفات وكذا عشنا تناقض بين تصاعد نفقات الدعم والموارد يعني أن النفقات جاءت بشكل ومصر أسرع بكثير من الموارد وهذا بطبيعة الحال شو ينتج عليه؟ ينتج عليه عن عجز ميزانية يعني بشكل كبير ومخيف هذا شو مصر؟ هو هذا صحيح تخوف بتاع الوانسة من تحويرات الأسعار بتاع بعض المواد أو التنقيص بالدعم إلى غير ذلك عندهم الحق وراه حد يعني قناعة تامة أنه الطاقة الشرائية بتاع كل الفئات والتونسية أما بالخصوص الفئة اللي كانت تجمع وبدأ المعامل أكثر من شيء هذه هي الفئة الوسطى يعني إحنا الصورة بتاعنا عمال في نسيت وكل ما تسيت أكثر إلا وبطبيعة الحال الوصول إلى الاقتراض كما قلت لك يصعب وشروطه واللي منها يعني أصعب ولذا القروض تبنات عليها الميزانية ماهوش ثابتة منها مش كتير وفي الحالة هذه إذا كان إلا جاء من جباية وإلا جاء من قروض ما جاش من المصرف اللي كان متوقع إيش بقيت قدام الدولة مش جاب النفقات حاجة واحدة هي أما تثقل الأداءات وفقلال الأداءات لازم يكون طريقتين أما الأداءات الموجودة يزيد منها يعني تثقيلها وإما تخلق أداء جديد ولا صار طويل حد لأنه زوج صار ولكن خاصة أداء جديد كيف تعمل أن الأداء وبتاع المينياء لكن مش كان هذا وإحنا نشوفه كما قلت لك في الحالة هذه كي نزيد الأداءات جديدة بطبيعة الحال هذا هو بيده مش يساهم في انخراط القدرة الشرائية في أن شيء ما يكون ولكن يمكن خطة خاصة في الوسطى ترى أن الخطة اللي أعلن عليها وزير المالية تساهم في حل الأزمة ويعني ورهود بالاقتصاد التونسي تراها يعني مش خطة مش بالضبط ما هو حاول مش خطة هي التصرف إثر الضغط يعني الميزانية بتاع الدولة تتحمق واحد ما تتحمق يعني قاعد مدة يصرف أكثر من اللي يصور وجي وقت وحدة يعني هذا هو مش خنقة هي خنقة والخنقة ما تعرف عاودها ونكرر كيف الإنسان يتخنق يجي واحد طهم شوالي يولي يعني يتصرف بصورة عشوائية وكما جات وإحنا الدور مش نشوف الشيء هذا أنه مثلا نعود كنت ممكن تنقص النفقات بتاع المحروقات بشوية بشوية كما اقترحت وانا كي كنت وزير قلت انا مثلا نزيدوا 50 مليون في البنزين مثلا قالوا لا هذا يقلق المواطن توا بعد عام ولا عامين
يلقى روحه قدام مصر لانه النفقات نتاع الدعم ولا بلاد الطب ما عادش تتكلمت من المكان. باش نعمل توا؟ نعود بشويه بشويه باش نحيوها ضربه واحده. كيف باش نحيوها ضربه واحده؟ ما فهمناش فيها اجتماعيه، ما فهمناش نشاط اقتصادي ماهوش باش نروح. الاصل الدولي عمل شروط على تونس. نعم. شروط حاد، شروط مؤلمة. لكن انا دولي. اذا كان انت وصلت روحك باش عطيت راتبك الموسم تاع صندوق النقد الدولي، يثبت استلم بالذبح ما نشتغلش. انت 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 تزيد روحك لهذا، وكل الناس ما نوصلوش. احنا عملنا برشا اخطاء خاصة فلسطين برشا. تلي قرضك مهما انت. تو انت تقعد باش تنقص مثلا الدعم الطيب الطيب الطيب، لا ما نقصش علاه يخاف المواطن كذا هو ما يخمم في الانتخابات يقول لك فش عليه. لكن يتلس بعد فترة قصيرة باش يعملوا مهلك، ما كانش وقت متحمل. اي وقت عاد باش ترجع انت وقتها باش تشرب عليك شي حاجة. احنا توا شرط عينا ثلاثة ولا أربع حاجات فيهم على الأقل زوج حاجات مهمة. طيب منهم مثلا يقول لك هذه نفقات الدعم اللي هي لازم تنحى أصلا. فهمتني؟ وحتى كان باش تخلي شوية شوية المواد الغذائية ولا كذا لازم تمشي تحطها مثلا الفقراء ياسر. أنا نقول الضغط لابد منه. أنا يعني بتاع الجماهير وبتاع كذا لابد منه، لكن زاد ما يلزموش يكون مطالب يعني خيالية. يجب على الأقل يدقق ثلاثة أربعة خمسة مطالب منها يعني مضبوطة. فهمتني؟ مثلا ابدأ ورينا أنت يا حكومة على الأقل قاوم آفة كبيرة. تو في تونس تنفخ في المجتمع بصورة مضبوطة هي مثلا المضاربة والاحتكار. مثلا خلاوها البلاد تونس. يعني تو جزء كبير من ارتفاع الأسعار مش جاي منها من الأداءات ولا من جاي من الاحتكار والتهريب ويعني مضاربة سبيكولاسيون. اللي حقيقة معناها يعني هرات المجتمع بصورة كبيرة. على الأقل كي تعمل أنت ضغط تقول له أنت مسؤوليتك باش هذوما يعني تقوم بالناس هذوما وتخلص من المجتمع. مثلا 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 رد الجباية بصورة أعدل باش تلقى موارد أخرى من غير ما تمس فقراء ولا متوسطين وهكذا بدون التفاصيل. يعني أنك أنت باش تفور معذور ولكن زاد مش مطالب الشيء كل خيالية وهمية. اي حكومه مهما كانت ترايك ولا غير ترايك ما تلزمش تتمنى. ولذا يلزم وهذا دور الاحزاب مش قايمه به الاحزاب الشيعيه مع الاسف. الاحزاب المعارضه لا تو تسمي روحها معارضه خاطر هي بدها تكون بحكم غدا. فهمتني؟ مع الاسف ماهيش دائما وهذا كان من قايمه التو هذايا تاطير الساح ثاني حاجه توعي وثالث حاجه تثبيت المطالب يعني مش تقوم انت مسؤول ولا شنو والله الدنيا مزمره يا يعني ماشي كلام تاع الدنيا مزمره خسرة علاش صح منين جاي منين جاي. ثاني حاجه نقول شنو يلزم باش نقصوا ولا نعالجوا ولا نجابوا هالاخطاء هذي هذاك المسؤول نوع. مش انا تكون من نجمش في حتى انسان مش عادي كيف اقل من العادي يعني يقول والله الدنيا مزمره ايه مزمره يعني مش موقف مسؤول ده. هذا لا شك فيه انه الشيء اللي عايشينه توا اثر بصوره سلبيه للغايه على الاقتصاد العالمي وعلى المجتمع ككل بطبيعه الحال. لكن زاد ما يلزمناش يكون عندنا اعتقاد انه هذا جاء بالصدفه هكا واحنا نقارنوا كذا والعاقبه نتاعو ما تنجمش تكون العاقبه خايبه ياسر ما نجمش نعرفها. هاك تشوف توا الوزارات الوحيده اللي تمتعت بزيادات كبيره في الميزانيه نتاع المعارضه هي نتاع الدفاع والداخلية. يعني احنا توا ولينا نصب في مصروف باهظه لمقاومة الإرهاب. إي لكن مقاومة الإرهاب معناها يعني كلفة هذه المجتمع كلفة معناها كبيرة تجي سلاح وتجي كذا وتخرج هالمسار هذا التعيس المخيف هو والله هو مسار تصلح راهو ما فماش ما تأس منه البلاد راهو عود باش تلهي بالبطالة وتلهي بالتنمية نتاع الجهات وتلهي معناها بالبنية التحتية وتلهي بالتعليم وتلهي بالصحة وتلهي بكذا تولي لاهي معناها يعني إما بال لكن ولا تلهي معناها يعني بالعنف مكلف مش مطلق. علاش؟ على خاطر السلطة توا في الحكم حاليا وخاصة النهضة ولكن الاخرين عندهم زاد الدور لكن خاصة النهضة الهاجس الاساسي نتاعها الاساسي ماهوش المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. الهاجس الاساسي نتاعها هو السياسي يعني تحافظ على اقصى ما يمكن من الوقت في الحكم وتهيئ
في ظروف احسن ما يمكن لها هي للانتخابات. هذا هو الهدف الاساسي بتاعها. اذا تم يعني ترشيحكم لرئاسة الحكومة هل ستقبلون بهذا المنصب ام لا؟ لا، الجواب على هذا يكون كان في وقت الصح، فهمني، ما يجيش في من سابق اول. اذا كان صار هذا وقت نقول لك شنو شنو ردكم. لا لا، انا ما نجمش نتكلم على حاجه ما فماش، ما عندناش معنى. اذا كان صار هذا انا نقول لك شنو موقف، جاوب سيادتك وجاوب اللي طرح، فهمتي. وعلى كل حال هذه راه الجواب عليها مش ايه ولا لا. لا لا، امور كما هذه مثلا مسؤوليه من حجم هذا، فما حد ادنى منها من الظروف وحد ادنى من الشروط وكذا، مش ندخل لك في مغامره، خاطر هذه راهي مش هينه. ممكن انا عشت راهو تقريبا كل الفترات تاع الاستقلال وين كان فيهم كنت شاب، لكن ما زيناش فتره من اصعب واثقل وغامض ومعقد اكثر من فتره هذه. ولذلك حتى اللي باش يساهم في المعالجه تاعها يلزم بتاني وعن عقل وعن رويه، مش يعني ما كانش تولي مغامره، ومره اللي كان مش مغامره ساعه ساعه تولي حتى اكثر. شنو هو الاكثر من المغامره؟ والانتحار.